إصلاح ديسك يقدم الشيخ الميمون التوريتي والقصاصبة الميلود العيوني والشيخ الخميس التوريتي وعلى آلة القلال الشيخ إدريس في خاطر الأحباب أو صحة. هذه في خطر الشيخ محمد ود الماحي وفي خطر كمونير في خطر إبراهيم شوف زمان نتعرى نكشف وسارو أصحاب العيمان جبر مول الكذب بايع ومول المعقول بيني دوبار رجال الطاعان دلوا اللي عكلي فاز وقته وزيان دجيل كثرو ديان اترك العدا وروح يصار ناس اليوم للمعاصي هدوا للحرام هذا مكان تبعنا طريق النصارى وسلمنا في طريق المختار رجال الطاعن دلوا اللي عكلي فاز وقته وزيان دجيل كثرو ديان اترك العدا وروح يصار الناس اليوم للمعاصي هدوا للحرام هذا مكان تبعنا طريق النصارى وسلمنا في طريق المختار الشيباني ما ينهش ولادو للشريعة والقرآن أقرأ وكتب الغزية يمشوا عريانين كل حيطار الشيباني ما ينهش ولادو للشريعة والقرآن أقرأ وكتب الغزية يمشوا عريانين كل حيطار الحديث اللي قالنا محمد وصلنا عليها الأخوان قال النبي العلي إيتي واحد الزمان حضار يصدقوا اللي يكتب عليهم ويفرحوا بكلام البهتان أمو للمعقول عليه يضحكوا قالوا له انت خوار راه قاعد قيطان مول الكذب راه بايع في الدنيا تسقدت له الاسعار الدنيا الغرة عمات وياك غواته طريق الشيطان اللي خاطي طريق ربي ولا بدا يذوق من صهد النار الوقت علينا تبدل واليوم اقوى علينا الفتان بينا يا لطيف تلطف بجاه النبي وسيد المختار لخطر الحاج والدحمان والمدني بخطر الشرف الجوع غايبين وحاضرين الوقت علينا تبدل واليوم قوى علينا الفتان بينا يا لطيف تلطف بجاه النبي وسيد المختار قرآن ولا زعاقة ونكروا في هاد العديان الفقه قعد غا يخمم ولا كي الغريب وكلام وبار السلوقي ولا يعوض ويا ربي واش هاد زمانة أروح تشوف للغريبة حتى الشريف راه ولا خمار قرآن ولا زعاقة ونكروا في هاد العديان لفقه قعد غا يخمم ولا كي الغريب وكلا مبار السلوقي ولا يعوق ويا ربي واش هاد زمان أروح تشوف للغريبة حتى الشريف راه ولا خمار سنين الصابان تركت وكتر الجفاف هذا مكان النبي وسع عليها كثرة الفساد تنشف المطار القوم اللي تكون تعصى ربي كيف تدير يوم الوقفان انهار الميزان صعب وكيف تديرها خدع الجار
سنين الصابون تركت وكتر الجفاف هذا مكان النبي وسع عليها كثرة الفساد تنشف المطار القوم اللي تكون تعصار بك كيف تدير يوم الوقفان انهار الميزان صعب وكيف تديرها خضع الجار شوف المسكين غا يخمم وفي المصد ما عنده شان يعجبنا مول الدراهم واخا يكون من الكفار يعجبنا مول الدراهم ومول اللوط ومول الدخان اللي ما عنده شهد وما يديها فيه حتى بشار يخطر بو عنه محمد شوف المسكين غا يخمم وفي المصد ما عنده شان يعجبنا مول الدراهم واخا يكون من الكفار يعجبنا مول الدراهم ومول اللوط ومول الدخان اللي ما عنده شهد وما يديها فيه حتى بشار مسكين ديما كلامه بس الوالو يكون يقرا القران هدرت صامطه مسلا وحشمان خايف من العار امول المال زيدوه القدام ويلغاو له الحاج فلان يحبوا له في يديه وراسه شوف عقول هذا البشر اشوف زماننا تعرى نكشف وسارو اصحاب الايمان.